مرحبا بكم في فيديو آخر حول معدات جونت للتعليم الهندسي. في فيديو اليوم سنعرض لكم واحدة من الكلاسيكيات في برنامج منتجاتنا WP300، وحدة اختبار المواد 20 كيلو نيوتن. في العديد من البلدان يعرف هذا النوع من المعدات أيضا باسم UTM أو آلة الاختبار الشاملة. سنعرض لكم اليوم اختبار الشد الأساسي، بما في ذلك كيفية استخدام نظام تحصيل البيانات جونت. يمكن إضافة نظام تحصيل البيانات إلى وحدة الاختبار WP300، الأمر الذي يمكننا من توفير الوسيلة المثالية للتعلم عن بعد كما سنوضح لكم. اسمحوا لي أن أشير إلى بعض الميزات الفريدة لـ WP300. هنا لدينا مؤشر القوة الكبيرة. نظراً لحجمها الكبير فهي مناسبة تماماً لبيئة التدريس التقليدية. هذا المؤشر هو مقياس ضغط يشير إلى الضغط الهيدروليكي في نظام التشغيل، ويتم معايرته بالكيلو نيوتن. يأتي أيضاً مع مؤشر متدرج، والذي عندما نقوم بإعادة ضبطه في بداية التجربة فإنه سيشير تلقائياً إلى أقصى قوة اختبار عند نقطة فشل العينة. يتم قياس استطالة العينة بمقياس قرص قابل للتعديل في الأعلى هنا، مما يشير إلى الإزاحة النسبية بين العارضة العلوية المتقاطعة والرأس المتقاطع للوحدة. عند استخدام نظام جونت لتحصيل البيانات، يتم حساب قوة الاختبار بواسطة برنامج النظام عبر الضغط المقاس من جهاز إرسال الضغط هنا. يتم قياس استطالة المسبار بواسطة مستشعر الإزاحة الإلكتروني. لنبدأ التجربة. علينا تثبيت عينة في آلة الاختبار. نقوم هنا بتركيب نموذج دائري من الفولاذ بقطر 6 ملم وطول 30 ملم. هذا مفهوم كما هو موضح في هذا المقطع. وبدلا من ذلك يمكنك الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بـ WP300. يمكننا الآن تحريك العارضة العلوية للأعلى وزيادة القوة عن طريق تدوير مقبض الوحدة ببطء في اتجاه عقارب الساعة حتى تبدأ إبرة مقياس القوة في التحرك. هكذا نحن الآن جاهزون لتسجيل بيانات الاختبار. بعد توصيل نظام تحصيل البيانات بجهاز الكمبيوتر باستخدام كيبل USB وتوصيل مستشعرات الضغط والإزاحة أيضا، نبدأ برنامج تحصيل البيانات. في الشاشة الأولى نختار نوع الاختبار الذي نريد إجراؤه، في هذه الحالة اختبار الشد. هناك خطوات إضافية يمكننا اتخاذها. على سبيل المثال يمكننا تغيير لون منطقة الرسم البياني. يمكننا أيضا تحديد لغتنا المفضلة. بعد ذلك يجب أن نحدد العينة التي سنختبرها. في نافذة الإعدادات أسفل القائمة العرض يمكننا إما تحديد عينة مسطحة وتحديد السمك والعرض والطول، أو عينة مستديرة بالقطر والسمك. تحت القائمة المسدلة للملف نبدأ سلسلة قياس جديدة نسميها لاحقاً كما نرغب. بعد ذلك يمكننا تغيير مظهر الرسم البياني، أي لونه ونوع خطه وعرضه وفقاً لما نفضله. كخطوة أخيرة في إعداد التجربة نحتاج إلى تصفير النظام لإعادة جميع قيم القياس إلى الصفر. والآن نحن جاهزون لتسجيل منحنى الحمل والتمدد. بالمناسبة أثناء التجربة أو لاحقاً يمكننا تغيير العرض من منحنى الحمل والتمدد إلى منحنى الإجهاد والانفعال Stress Strain Diagram. لبدء التسجيل نضغط على زر التسجيل هنا ونزيد ببطء القوة عن طريق تدوير مقبض الوحدة. يرجى ملاحظة أنه تم تسريع هذا المقطع للاختصار. الآن يمكنك أن ترى أننا نسير على طول خط هوك بشكل جيد للغاية حتى نصل إلى الحد التناسبي في نهاية منطقة المرونة. من الآن فصاعداً سيتم تشويه العينة بشكل دائم بعد أن أصبحنا في منطقة اللدونة.
تتمثل إحدى الميزات الرائعة لبرنامج تحصيل البيانات في أنه عندما تزداد القوة وتقترب من الحد الأعلى للشاشة، يمكننا النقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان في منطقة الرسم البياني واختيار المقياس التلقائي أو تو سكيلينج لمحور القوة الرأسية. يوصى بإدارة المقبض ببطء وبشكل متساو للحصول على أفضل النتائج. كما نرى، مع استمرار زيادة القوة يتم توسيع نطاق المحور الرأسي لمخططنا تلقائياً وفقاً لذلك. وبالمناسبة، إذا كنت تعرف مسبقاً أين ستنتهي بأقصى قوة واستطالة، يمكنك تعيين القيم القصوى لكلا المحورين عن طريق النقر المزدوج على الأرقام المعنية. لقد وصلنا الآن تقريباً إلى أقصى قوة شد، وهنا يبدأ تعنق العينة. نظراً لأن الرسم البياني الخاص بنا يصل إلى الحد الأيمن من الشاشة، يتم النقر بزر الماوس الأيمن في منطقة الرسم البياني مرة أخرى واختيار القياس التلقائي، هذه المرة للمحور X. هنا يمكننا أن نرى كيف يزداد التعنق بسرعة بينما يتم استطالة العينة بشكل أكبر لتقليل القوة إلى حد بانج، تمت المهمة بنجاح أو بالأحرى بفشل العينة، وهذا هو الهدف من تجربة اختبار الشد بعد كل شيء. نأمل أن تكون قد استمتعت بهذا الفيديو القصير حول إحدى التجارب العديدة التي يمكنك إجراؤها مع إحدى كلاسيكياتنا، وحدة اختبار المواد WP300 القوية KN20. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.gunt.de.